معي من القاهرة دكتور إيميل أمين، مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور إيميل. كيف تتابع سير عملية سيناء 2018 مع كل ما حققته من حتى الآن كضحايا وفق البيانات العسكرية منذ انطلاقها؟ عدد القتلى 105، وكل ما الإنجازات، كل الإشادات آخرها اليوم كما ذكرنا وكيل أمين العام للأمم المتحدة لمكافحة إرهاب. يعني أستطيع القول في نقاط سريعة أن مصر تعيش حالة من حالات الحرب الحقيقية، وليس التعبير هنا من قبيل المجاز. الأمر الآخر أن مصر تعيش هذه الحرب على صعيدين، الصعيد اللوجستي بداية والصعيد الفكري ثانية. على الصعيد اللوجستي العمليات ممتدة، وأغلب الظن أنها ستمتد 3 أشهر أيضا قادمة. ما جرى على أرض سيناء طوال الأعوام السبعة المنصرمة هو شكل من أشكال الإعداد لسيناريو كابوسي كان يراد لمصر ويراد لسيناء. الآن الإرادة المصرية تمضي قدما، القوات المسلحة المصرية دائما تأخذ ذمام المبادرة، وقد أخذتها هذه المرة بقرار قاطع بسحق ومحق الإرهاب. لكن المسألة لا تتوقف عند هذا الحد، التحدي الأكبر لاحقا هو تحدي البناء وتحدي التنمية على الصعيد الأرض في سيناء. أما في عموم الجمهورية فمكافحة الإرهاب هي مكافحة فكرية إيديولوجية دجمائية بالدرجة الأولى. في كل الأحوال المسار ممتد والمسار لن ينتهي في القريب العاجل، لا سيما وأن الذين يتلاعبون بالإرهاب وبالإرهابيين كعرائس الماريونات لازال في جعبتهم الكثير من منطقة الشرق الأوسط. طيب بعد بدايتها إلى الآن، تتوقع حضرتك 3 أشهر كمان، الرئيس السيسي كان قد أعطى مهلة 3 أشهر بنوفمبر، الجيش ووزارة الداخلية، صعوبة الموضوع هي التي آلت لئلا ينتهي بعد 3 أشهر هذه تحديات، ما أبرز هذه التحديات التي تواجه القوات على الأرض دكتور إيميل؟ انطلاقا من كل المعطيات التي لدينا، يعني تقديري أنه في حالة الحرب مع الجيوش النظامية تكاد الأمور تكون واضحة. الإشكالية الآن أن مصر، القوات المسلحة المصرية تحارب أشباح برا بحرا جوا. اثنين، هذه الأشباح هناك من يمدها بالخطط اللوجستية بالأسلحة المتقدمة. بعض قطع السلاح التي تم ضبطها لا توجد إلا لدى الجيوش ولدى الجيش الإيراني تحديدا. بعض من هذه القطع وجدت من قبل، ربما قبل هذه العملية، ومكتوب عليها باللغة الفارسية. هناك أيضا بعض من عناصر الاستخبارات. أنا أظن أن كافة المعلومات لم تكشف بالمرة عن الذي تم ضبطه، عن الأشخاص، عن الأسلحة، عن المعدات. هذه كلها حين ستكشفها التحقيقات وستعرض على العالم ستبين أن مصر لم تكن تحارب فلول من الأفراد الإرهابيين، إنما كانت تحارب مخططات نظامية ممنهجة، استخباراتية على أعلى مستوى، وعسكرية بالمستوى الأعلى. موضوع الحدود مع ليبيا من ضمن ما حقق اليوم، تدمير 11 عربة محملة بالذخائر حاولت دخول الحدود الغربية للبلاد بالمنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، إلى أي درجة هذا من أصعب ما تمر به العملية، كون هذه الجماعة الإرهابية اليوم تركز كموطئ قدم على ليبيا بانطلاقا لهدفها إفريقيا، غرب إفريقيا؟ الحديث عن ليبيا، الحديث عن الحدود الغربية المصرية، حديث في حاجة إلى ساعات طويلة. ولكن باختصار القول، الذين تلاعبوا بداعش بعد الانهزام في سوريا وفي العراق أو شبه الانهزام، لأنه لا زالت هناك فلول ولا زالت هناك مخططات، يراد نقلهم. ونحن نعلم تمام العلم أن قطر وتركيا تقفان وراء نقل العدد والعتاد، الدعم بالأموال والدعم بالأسلحة، ويراد لهذه المنطقة أن تكون خنجر في القاصرة المصرية. أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من القاهرة دكتور إيميل أمين، مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية.